إذن غارة إسرائيلية جديدة تستهدف منزلا داخل مخيم المسيرات. هذا المنزل يقع وسط سوق شعبي، أدى ذلك لتدمير هذا المنزل إضافة لنقل عدد من الشهداء والمصابين من داخل هذا المنزل. سيارات الإسعاف قامت بنقل أيضا عدد من الإصابات الخطيرة لمستشفى العودة. كما تشاهد بهذه الصورة وهذه المشاهد التي يعني هي واضحة آثار الدمار الكبير جدا الذي حل بهذا المنزل الذي يعود لعائلة أبو جربوع في مخيم النصيرات، والذي أسفر عن شهداء ومصابين. هذه الغارة نفذت من قبل يعني الطيران الحربي بشكل مفاجئ ومغير على هذا المنزل، والذي أوقع كما تحدثنا عدد من الشهداء والمصابين. محمود اللوح لقناة الغد وسط القطاع.